مسحين يبقوا نضاف، اللي يتعامل معهم يتبارك، اللي يتعامل معهم يتعلم، اللي يتعامل معهم يتغير، وكل واحد يعرف ضربة قلبه. يا عزيزي، أما الواحد يعرف الأمر ده إن أنا عندي مشكلة زي كده، ما يتعرض عليا بقى موضوع أقول إيه؟ خلي بالك، خلي بالك، خلي بالك من نفسك. عشان كده القديسين اللي كانوا يعملوا معجزات كتيرة مرات يفكروا نفسيهم بأنهم ما يسووش. عارفين ليه؟ خايف على نفسه. عشان كده كل ما الواحد يشتغل على نفسه كل يوم يصل إيه؟ القلب يتنظف. طب الناس من اللي حوالينا متكبرين وحالتهم صعبة، يكونوا زي ما يكونوا، لكن المسيحيين مطلوب منهم، معلش أقول كلمة من غير ما حد يزعل مني، يبقوا نضاف. مسيحيين يبقوا نضاف، اللي يتعامل معهم يتبارك، اللي يتعامل معهم يتعلم، اللي يتعامل معهم يتغير، اللي يتعامل معهم يقول يعني أن الله بالحقيقة زي ما تقال عن الرسول بولس، أن الله بالحقيقة فيكم. أختم بأمر إن كتير قوي مننا ما يحبش يساعد غيره. وأنا جيت هنا في محاضرة كلمتكم عن وعظة اسمها طاقة يدك، حين يكون في طاقة يدك، والعظة دي عملت لي مشاكل. تقول روح كنيسة ملاك مصطفى كامل وتقعد تقول كلام صعب كده للناس، لكن لقيت ان عدد المشاهدات فيها كبيرة. انا بحفزكم انكم تشوفوا العظة، انا قلتها هنا. لكن بيقول في سفر الامثال: انقذ الممدودين الى القتل، انقذ الناس اللي ملهمش حد، الناس اللي ممكن يموتوا بسبب دواء ثمنه صغير. وان قلت لا اعرف، الا يعرف وازن القلوب، الا يفهم. يعني لو انت قلت انا مش دعوة، انا مالي، انا ما يموت، انا مالي، الناس تعيش تعيش، تموت تموت، مش موضوع، انا مش ربنا اللي خلقتهم. انقذ الممدودين الى القتل، ولا تقول اني لا اعرف، الا يعرف وازن القلوب، الا يفهم، فيرد على الانسان مثل عمله. يبقى ربنا اسمه ايه؟ وازن قلبك. ربنا بيقول لك ايه وازن قلبك؟ يعني انت عارف، انت تقدر، انت تقدر. عشان كده ربنا بيقول لك بيفحص قلبك، مش بيفحص الكلام اللي بتقوله. لا لا لا، ياما ناس بيقولوا اي كلام، لكن ربنا يفحص ايه؟ يفحص القلب. عارف انك تقدر.